إلى ذلك كشفت مصادر عراقية عن تورط قطر في غسيل أموال بالعراق عبر شركة عبر شركة اتصالات وبمساندة سياسيين بارزين وعدد من النواب وسياسيين أكراد، حيث تملك قطر في الشركة حصة تجاوزت 65%، وتقول الأنباء إن السلطات العراقية حجزت أموالا للشركة لدى أكثر من مصرف عراقي إلى حين سداد الضرائب. وتضيف المصادر ان قطر تدخلت عبر وسطاء لاعاده تفعيل دور شركه الاتصالات. هذا وطال الاتهام ايضا شركه لتحويل الاموال اضافه الى مجموعه مصانع ومعامل وشركات لصاحب شركه الاموال وجاءت صيغه الاتهام انها تعمل بوابه لغسيل اموال قطريه تصل وتذهب عبر مطار السليمانيه.